بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي إن شاء الله النهاردة يونت 10، واتس يور جوب. واتس يور جوب يعني ما هو عملك أو ما هو وظيفتك، ولكن دايما كلنا مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لأول جزء معانا بارت 1 اللي هو الفوكاب أو الكلمات الخاصة في يونت 1. apply apply يطبق أو يتقدم بطلب. apply يطبق أو يتقدم بطلب. apprenticeship apprenticeship التدريب المهني أو فترة التدريب المهني. apprenticeship. attendant attendant يعني مرافق أو خادم أو حاضر. attendant. attention attention يعني اهتمام أو انتباه. attention. earring earring sorry caring caring يعني مهتم أو مراعي. caring caring مهتم أو مراعي. casualty casualty يعني قسم الطوارئ. casualty اللي هو قسم الطوارئ. casualty department casualty department يعني قسم الطوارئ. communicator communicator يعني شخص لبق أو محاور. communicator. compassion compassion يعني رأفة أو شفقة أو حنو. compassion. confident confident يعني واثق أو متمكن. confident this is an adjective. honest honest يعني صادق أو أمين. ال h silent. honest honest. industry industry يعني صناعة أو نشاط صناعي أو عملي. industry. loyal loyal يعني مخلص. loyal يعني مخلص. practical practical يعني عملي أو تطبيقي. practical. punctual punctual يعني منضبط أو ملتزم. punctual punctual يعني منضبط أو ملتزم. qualification qualification يعني مؤهل أو تأهيل. qualification. reassure reassure يعني يطمئن. reassure. reliable يعني موثوق أو معتمد. reliable يبقى reliable يعني موثوق أو معتمد أو يعتمد عليه. reliable. rewarding يعني مجزي. rewarding. skill يعني مهارة. skill. stressful يعني ضاغط أو مجهد. stressful. succeed يعني ينجح. succeed in يعني ينجح في. succeed وبيجي مع حرف الجر in. succeed in يعني ينجح في. success اللي هو النجاح. success الناون النجاح. success. team player team player يعني شخص يجيد اللعب أو العمل. team player أو شخص يجيد العمل في جماعة أو شخص متعاون. عندنا construction بناء أو تشييد. construction. contract يعني عقد أو وثيقة تعاقد. contract عقد أو وثيقة تعاقد. contract. degree يعني شهادة جامعية أو درجة علمية. degree. eligible يعني مؤهل أو مرغوب فيه. eligible flexible يعني مرن. flexible يعني مرن. hardworking يعني جاد في العمل. hardworking. team player training اللي هو التدريب. training يعني تدريب. بالنسبة عندنا الباقي الفوكاب. academic يعني أكاديمي أو نظري. academic. adapt to يعني يتكيف مع. adapt to وبيجي معها الفيرب بلس ing بلس فيرب لو جي وراها فيرب بنضيف له ing. adapt to. aged يعني بالغ من العمر. aged. availability يعني إتاحة أو وفرة. availability. career يعني مهنة. career مهنة. knowledge المعرفة. legal يعني قانوني أو شرعي. legal. list يعني قائمة أو يذكر في قائمة. list. medical يعني طبي. necessary يعني ضرورة. necessary. immediate يعني فوري أو على الفور. immediate. involve يعني يشمل أو يتضمن. involve. certificate
يعني شهادة، certificate، challenge، challenge يعني يتحدى أو تحدي، تنفع فعله واسم يتحدى أو التحدي النون، chemist، chemist يعني كيميائي أو صيدلي، chemist، chemistry، chemistry يعني الكيمياء، chemistry يعني الكيمياء، college، college يعني مدرسة عليا أو كلية، college، 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 community، community يعني المجتمع، community، كوزين، كوزين يعني أسلوب الطهي، كوزين يعني أسلوب الطهي، سي في، كاريكولم، فيت، كاريكولم فايتي، كاريكولم فايتي يعني السيرة الذاتية، كاريكولم فايتي، سيركل، سيركل يعني درجة أو يقود الدرجة، كبر، ديدلاين، ديدلاين يعني الموعد النهائي، ديدلاين، ديفلوب، ديفلوب يعني يطور أو يكتشف، ديفلوب، despite، despite يعني بالرغم من، despite، experience، experience يعني الخبرة، experience خبرة أو تجربة حياتية، experience وتنفع plural and uncountable يعني ممكن نعدها أو ممكن uncountable اسم لا يعد، fair، fair يعني منتدى أو سوق أو معرض، fair منتدى أو سوق أو معرض، fire engines، fire engines يعني سيارات الإطفاء، fire engines، firefighters، firefighters رجل الإطفاء، firefighters، firefighting، firefighting يعني إطفاء الحرق، firefighting، flight attendant، flight attendant يعني مضيف الطيران، frustrating، frustrating يعني محبط، global warming، global warming الاحتباس الحراري، graduate، graduate يعني يتخرج أو خريج، graduate، nursing اللي هو التمريض، nursing، obviously، obviously يعني من الواضح، obviously، obviously من الواضح، opportunity، opportunity يعني فرصة، patient، patient يعني صبور أو مريض، patient، pay، pay يعني راتب أو أجر أو يدفع مال، pay وبيجي مع حرف الجر في، for، pay for يعني يدفع لي، pay for، personal يعني شخصيا أو نبذة شخصية، personal، statement، personal statement يعني نبذة شخصية، personal statement، plumber، plumber يعني سباك، plumber، post graduates، post graduates يعني خريج دراسات عليا، products، products يعني منتجات، products، professional، professional يعني محترف أو احترافي، professional، professional، quality، quality يعني سمة، qualities يعني سمات، سمة وسمات، serene، serene يعني بوق أو صفارة إنذار، serene، situation، situation يعني موقف، sound، sound يعني يصدر صوت أو يبدو، sound، stand، stand يعني كشك أو منصة، stand، statement يعني بيان رسمي أو تصريح، statement، support، support يعني يدعم أو دعم، support، teammates، teammates يعني زملاء الفريق، teammates، the public، the public يعني الجمهور أو عامة الناس، the public، variety، variety، variety يعني تنوع، variety، vet، vet، veterinarian vet، veterinarians، vet، veterinarian، veterinarian يعني طبيب بيطري، vet، veterinarian، veterinarian طبعا اختصارها vet أو اختصار لكلمة veterinarian، veterinarian، word يعني number، word يعني number. بالنسبة للdefinitions اللي apply يعني يطبق أو يتقدم بطلب، to make use of something، to make use يعني يحسن استخدام شيء، أو to make a formal request يعني يقدم طلب رسمي، usually in writing، to make a formal request usually in writing، apprenticeship اللي هي التدريب المهني أو فترة التدريب المهني، a period of time working in order to learn skills needed to do a job، a period of time، a period of time يعني فترة من الوقت، in order to learn skills لتعلم مهارات، needed to do a job، needed to do a job للقيام بعمل، attendant، attendant يعني خادم أو القائم بالخدمة، a person whose job involves helping the public، a person يعني الشخص، whose job اللي وظيفته أو عمله،
job involves يعني بيتضمن أو يشتمل على helping the public يعني مساعدة العامة helping the public. A person whose job involves helping the public يعني مساعدة العامة. Attention اهتمام the act of listening to, looking at or thinking about something somebody carefully. اهتمام أو انتباه يعني the act يعني الفعل of listening الاستماع to or looking at أو النظر at or thinking أو التفكير about something التفكير في شيء somebody أو شخص carefully بحرص أو باهتمام. Care يعني مهتم أو مراعي. Describes someone who offers help and support. Describes يعني بيصف someone شخص who offers بيعرض help المساعدة and support to others والدعم للآخرين. Casualty apartment. Casualty apartment. Emergency room in a hospital. Emergency room يعني حجر الطوارئ in a hospital في المستشفى. Communicator, communicator, لبق أو مفهوم. Someone who is able to talk about their ideas, someone who is able to talk about their ideas and emotions والمشاعر. Someone يعني شخص who is able to قادر على talk يتكلم about their ideas أفكاره and emotions مشاعره in a way بطريقة that other people understand. That other people understand يعني يفهمها الآخرين. Someone who can explain their ideas. Someone who can explain يعني شخص who can explain يعني يشرح أو يوضح their ideas الأفكار. Confident يعني واثق أو متمكن. Confident describes someone who thinks that they can do things well. Describes someone يعني يوصف شخص who thinks بيعتقد that they can do things well أن يقوم بالأشياء جيدا. Construction اللي هو التشييد أو البناء. The work of building something. The work of يعني العمل of building something العمل على بناء شيء. Contract يعني عقد أو وثيقة تعاقد. A legal agreement. A legal agreement يعني اتفاق قانوني. Degree يعني درجة علمية. Degree اللي هي الدرجة العلمية. A qualification يعني المؤهل. You receive ان انت بتستلمه. When you finish university لما بتنهي الجامعة. Flexible يعني مرن. Flexible يعني مرن. Describes someone who can change their behavior in different situations. Describes someone who can change اللي ممكن أو يستطيع تغيير their behavior سلوكه in different situations في مواقف مختلفة. Hardworking. Hardworking يعني جاد في العمل. Hardworking working with a lot of effort. Working with a lot of effort يعني العمل with a lot of effort مع الجهد الشاق. Working with a lot of effort. Working with a lot of effort يعني العمل ببذل مجهود شاق. Honesty يعني صادق أو أمين. Describes someone who always tells the truth. Someone who always tells the truth اللي بيحكي الصدق. Industry صناعة أو نشاط صناعي. A particular type of business. Particular type يعني نوع معين أو مخصص من العمل. That produces يعني بينتج. A particular type of goods يعني نوع خاص أو مميز من البضائع or services أو الخدمات. Loyal يعني مخلص. Loyal describes someone who supported their friends even when it's difficult. Describes someone يعني بيصف شخص who supports بيدعم their friends أصدقائه even when it's difficult حتى لو في صعوبة. Practical يعني عملي أو تطبيقي. Practical. Practical يعني عملي أو تطبيقي. Relating to real activities. Relating to يعني متعلق ب real activities بأنشطة حقيقية and events أحداث. More than ideas أكثر من الideas اللي هي الأفكار يبقى relating to. Relating to يعني متعلق ب real activities يعني أنشطة real حقيقية and events وأحداث. More than ideas أكتر من الأفكار. Punctual يعني منضبط. Punctual منضبط أو ملتزم. Arriving happening or being done at exactly the time that arranged. Arriving يعني يصل. Happening يعني يحدث or being done أو يحقى أو يحدث.
أو يتم القيام به at exactly the time في نفس الوقت that's arranged الوقت اللي هو محدد لي. Qualifications اللي هي المؤهل qualifications an official record an official record يعني تسجيل رسمي showing that you have finished training course or have the necessary skills أو لديك المهارات الخاصة أو المميزة. Reliable describe someone who always does what they say they will do. Describes يعني بيصف شخص who always does دايما بيقوم بإيه what they say ماذا يقول يعني بينفذ اللي بيقوله أو they will do أو يفعله جيدا. Rewarding يعني مجزي rewarding doing something that makes you feel good. Doing something يعني يفعل شيء that makes you feel good بتشعر ان انت جيد. Skill اللي هي المهارة the ability to do something well the ability يعني القدرة على انك تفعل الشيء جيدا. Stressful يعني ضاغط making you feel worried and nervous making you يعني حاجة بتجعلك feel worried تشعر بالحيرة and nervous والقلق. طبعا أو العصبية. Team player يعني شخص يجيد العمل في جماعة. A person who works well with others يعني الشخص اللي بيعمل جيدا مع الآخرين. Training اللي هو التدريب. Skills or knowledge that make you eligible. Skills or knowledge يعني المهارات أو المعرفة that make you eligible تجعلك eligible مؤهل for a job or work. Eligible يعني مؤهل for a job or work. بالنسبة للأسئلة الخاصة بالوكاب doctors have a space job they make a lot of money طبعا doctors عندهم وظيفة مجزية a rewarding job a rewarding يعني وظيفة مجزية. Doctors have a space job doctors have a space job but they make a lot of money ولكن بيكونوا ثروة أو كثير من المال طبعا stressful يعني توتر أو قلق. It isn't space to tell your friends secrets to others it isn't طبعا honest يعني ليست أمانة it isn't honest to tell your friends secrets to others. I can look for a full-time job after I get my university. طبعا هنا ايه هحصل على my university qualification يعني المؤهل الجامعي. I can look انا ممكن ابحث عن full-time job يعني عن عمل او دوام عمل لما احصل after I get a university qualification. I want to join the faculty of medicine يعني عايز التحق بكلية الطب and space as a doctor and طبعا هنا we apply as a doctor يعني اتقدم بالعمل apply reward you busy reassure يعني هنا يطمئن ولا qualify طبعا هنا qualify and qualify يعني يتأهل كطبيب. The space at the petrol station asked me if I wanted to fuel up ان انا هنا عايز افأول طبعا هنا the attendant اللي هو المساعد. When your teacher talks you must pay attention لما المعلم يتكلم لابد ان انت pay attention يعني تلفت انتباهك. To work in customer service you need to be a good طبعا هنا عشان تبقى customer service يعني في وظيفة ان انت تعمل في وظيفة خدمة العلماء العملاء you need to be a يجب ان انت to be a communicator يعني لبق you must be a communicator يعني تبقى لبق. Smile to the child to space her طبعا هنا to reassure her يعني اطمنها الطفل اتكلم معاه او smile ابتسم ليه عشان يطمن. Space helps you get or improve the skills needed for work طبعا training اللي هو التدريب بيساعدك على انك تحصل او تحسن من مهاراتك المحتاجها في العمل. He got a space for his hard work طبعا لعمله الجاد. He got a reward يعني حصل على reward يعني مكافأة. Everyone in the company trusts him because he is لأنه هو he is punctual يعني ملتزم أو منضبط. I asked my lawyer يعني طلبت من المحامي بتاعي to revise the space طبعا هنا of my new fat the contract اللي هو التعاقد الشقة الجديدة. He is honest يعني هو honest يعني أمين. He looks هو بينظر he looks space
طبعا هنا caring flexible confident، طبعا he looks confident يعني يبدو عليه أو يبدو واثق. If you work hard for a long time without a break you will be، طبعا لو انت قاعد تعمل طول الوقت بدون ما تاخد بريك يبقى you are stressed يعني مرهق أو متوتر. I hope I will succeed in achieving my goals. I hope I will succeed in، succeed in يعني ينجح في. I will succeed in achieving my goals. He is a space father. He has taught his children how to be hard working and depend on themselves. He is a، طبعا هنا he is a stressful ولا legal ولا he is، طبعا he is a successful. Successful يعني ناجح. He is a successful father. He is a successful father. He has taught his children to be hard. Good citizens are space to their community. طبعا good citizens are loyal. Loyal يعني عندهم ولاء لوطنهم. He failed the same exam twice. He can't be، طبعا he can't be hard working يعني لابد ان هو مش hard working يعني مجتهد. To help a group to do better every member must be team player يعني عشان فريق يكسب لكن لابد ان كل واحد يعمل بروح الفريق او متعاون مع الفريق. Speaking is an important language. طبعا هنا skill يعني مهارة، طبعا التحدث بالانجليزية دي skill من مهارات اللغة الانجليزية. He is a new graduate يعني خريج جديد. He doesn't have any academic experience. طبعا هنا he doesn't have يعني هو لا يمتلك any academic قلنا معناها أكاديمي ولا degree ولا practical. طبعا هنا practical لأنه he is a new graduate يعني خريج جديد. He doesn't have any practical experience يعني ما عندوش خبرات عملية. The manager was space and agreed to change the date of the meeting. The manager المدير ده flexible يعني شخصية مرنة ووافق على اننا نغير يوم الاجتماع. Some women naturally have more space for children. الامهات بالفطرة بيبقى عندها ايه compassion يعني طبعا رحمة وتعاطف مع الأطفال. Modern technology يعني التكنولوجيا الحديثة is space to all fields of work and entertainment. طبعا هنا modern technology is applied to يعني طبقت to all fields of work and communications ولوسائل التواصل. After 5 year qualifications he became a good carpenter يعني أصبح good carpenter. يبقى after a long أو after a 5 year apprenticeship يعني 5 سنين من اللي هي التدريب المهني. You have to apply before the، طبعا يجب ان انت تتقدم before the deadline. Deadline يعني اللي هو الموعد النهائي. When drives here the space of an ambulance they must make way for it. When drives here the siren يعني لما يسمع السيرينا بتاعت الإسعاف they must make a way for it. If you space to school it helps you keep it. If you support it to school graduate to cycle to stress to. طبعا هنا if you cycle to school يعني لو ركبت دركتك للمدرسة it helps you to keep it هتساعدك ان انت تبقى فيه fit يعني لائق بدنيا to be fit. The time of the journey يعني وقت الرحلة depends on the space of train tickets. طبعا بيعتمد على ايه طبعا the availability يعني وفرت تذاكر القطارات. It isn't space to drive on the left. It isn't طبعا illegal. It isn't illegal يعني ليس شرعي ان انت تقود السيارة من على اليسار. It isn't legal. My father يعني والدي my father was angry when he knew my space exam results. When he knew my frustrating exam results يعني درجات الامتحان frustrating المحبطة.
طبعا هنا first rating اللي هي ايه الدرجات. try to be a good member of your community، يعني حاول تبقى good member of your community في مجتمعك. I got my preparatory school، انا حصلت على المدرسة الاعدادية space last year. طبعا هنا I got my preparatory school certificate يعني شهادة الاعدادية. طبعا هنا certificate شهادة. He found a good space to work as a cashier in the supermarket. He found a good opportunity يعني فرصة جيدة to work as a cashier in a supermarket. I have a little son space 5. I have a little، أنا عندي طفلة أو ولد صغير. I have a little son aged 5 يعني يبلغ من العمر 5. aged 5 تساوي at the age of 5. Space footballers make a lot of money، طبعا هنا professional يعني لاعيبة كرة القدم المحترفين بيكونوا ثروة. When our team is hot، لما الفريق بتاعنا بيبقى حران. We should space the players not attack them، طبعا البلايرز اللي هما اللاعبة، طبعا هنا اللاعبين. when our team isn't lucky we should، طبعا هنا we should support the players، لما الفريق بتاعنا يكون مش محظوظ لابد ان احنا support، ان احنا نقوم بدعمه. in a CV you need to start with your personal، نبدأ ب personal طبعا هنا statement ولا طبعا هنا statement ولا community ولا cousin، طبعا هنا statement. statement يعني بعبارة. You need to learn how to work with other طبعا هنا with other teammates، يعني لابد ان انت تتعلم to work with other teammates مع teammates اللي هم مين اللي هم رفقاء العمل او رفقاء العمل مكان واحد. CV is short for space variety، طبعا هنا CV is short for curriculum variety. I joined the university and graduated with a space in degree in English degree with a degree يعني شهادة. I joined the university يعني أنا التحقت بالجامعة. and graduated with a degree يعني بشهادة أو بدرجة علمية in English teaching في تدريس اللغة الإنجليزية. I trust him because he is strong and is based to different situations and adapt to. adapt يعني يتكيف، وأصبح يتكيف مع طبعا أشياء أو مواقف جديدة. My mother got married، أمي اتزوجت. immediately after she space from university، after يعني بعد after she، طبعا هنا if she supported بتدعم، if she supported ولا graduated طبعا after she graduated from university. The food mom cooks، الطعام اللي مامتي بتطهي. is healthy يعني صحي. because she follows a good، لأنها تتبع a good cousin. cousin يعني وصف الطعام. As soon as I qualify from university I will do post grad A، طبعا هنا post deadline ولا knowledge ولا graduate ولا عندنا teamwork طبعا هنا letter C. to space is to make a formal request يعني تقدم طلب مكتوب. usually in writing طبعا هنا to apply يعني يتقدم بطلب كتابي. the adjective space describes something that makes you feel good، طبعا هنا the adjective الصفات flexible. rewarding يعني موزي. rewarding طبعا هنا describes something that makes you feel happy أو you feel good، طبعا هنا rewarding يعني شيء مجزي. space are papers يعني أوراق، أو هنا مقصود بقى جرائد. to show you have finished a strength course، طبعا هنا college are papers college ولا qualification اللي هو طبعا qualifications اللي هو المؤهل ولا casuality ولا training. طبعا qualification أهم حاجة qualification المؤهل. space is a period of time working in order to learn skills needed to do a job، طبعا degree is a degree ولا cousin ولا عندنا هنا
apprenticeship ولا community. طبعا نقرأها مرة تانية. space is a period of time working in order بنعمل فيها to learn more skills نتعلم مهارات أخرى. ten do a job طبعا هنا to do a job طبعا اللي مين طبعا apprenticeship. apprenticeship اللي هي فترة التمرين مع الشباب. A space is a person whose job involves helping the public يعني مساعدة الببليك يعني وظيفته انه بيساعد الببليك طبعا اللي هو expert. expert واللي عندنا هنا fair. a fair is a person ولا experience يعني خبرة. طبعا a fair is a person whose job involves helping the other people يعني مساعدة الآخرين. is built in the work of building something يعني العمل على بناء شيء. opportunity اللي هي الفرصة opportunity ولا construction اللي هو إعادة البناء أو إعادة التعمير. knowledge معرفة. further fighting اللي هو الصيد طبعا هنا letter B. construction اللي هي التشييد. is the word is the work يعني العمل of building something. a space is a qualification you receive when you finish university. a quality اللي هي الجودة ولا a graduate اللي هو التخرج. a graduate ولا industry العمل ولا stand يعني يقف. طبعا هنا is a particular type of business يعني نوع مميز من البزنس العمل. طبعا هنا industry اللي يصنع. is best describe someone who offers help and support طبعا هنا caring ولا tiring ولا particular ولا incredible طبعا هنا caring. caring يعني مهتم بي. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم بالنسبة للجزء الخاص ب كيف وكيف من كتاب المعاصر. وانتظروا ان شاء الله لسن 3 4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.